حد يعمل سيت اب للتايمر. أحبائي المشاهدين، برحب بيكم من الفضائية الأرامية في برنامجكم برنامج تعرفون الحق. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. بصلي أن جميع المشاهدين والمشاهدات اللي بيتابعوا الأرامية الآن يكونوا في ملء بركة إنجيل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. برحب بيكم وبصلي أن سلام الرب يسوع المسيح يكون بيملى حياتكم، وتكونوا فعلا بتتمتعوا بأوقات طيبة وأفراح السماء اللي أتى بها شخص الرب يسوع المسيح. له كل المجد لقلوبنا ولحياتنا. بحب أرحب كمان بالإخوة الأحباء اللي بيستمعوا للبرنامج عبر البالتاك وعلى غرفة جيزوس لاف. بنرحب بيكم، أهلا وسهلا بيكم معانا من الفضائية الأرامية. كمان بحب أقول للإخوة والأخوات اللي عندهم طلبات صلاة أو احتياجات معينة، غرفة الصلاة مفتوحة. أي حد عنده طلبة صلاة وإحنا في البرنامج، عندك احتياج معين أو طلبة صلاة معينة، الأحباء موجودين على التليفونات علشان يستقبلوا تليفوناتكم ويصلوا معاكم. والنهاردة كمان احنا هنتكلم عن الصلاة، مفتاح النهضة، وهنشوف ازاي الصلاة ممكن تغير حياتنا بالكامل، وازاي عن طريق انسكابنا في محضر الله وعن طريق صلواتنا وطلباتنا وقلوبنا المنكسرة قدام الرب إلهنا، الرب ممكن يصنع ويقدر يصنع عجائب وآيات في حياتنا. علشان كده أحبائي مرة تانية برحب بيكم، خلونا نصلي ونطلب بركة الرب على تأملاتنا، وبعدين نقرأ كلمة الرب ونتأمل مع بعضينا، وبعد ما نخلص التأمل هنستقبل اتصالاتكم وتليفوناتكم على تليفون الاستوديو اللي هيظهر قدامنا على السكرين بعد شوية. خلونا نطلب بركة الرب على هذا البرنامج. أبونا السماوي، من القلب نقدم لك كل الشكر وكل الحمد، نقدم لك يا رب كل الإكرام والسجود والتعبد لأنك إلهنا. نشكرك لأنك راعي نفوسنا العظيم. قال عبد قديما: الرب راعية فلا يعوزني شيء. وقال أيضا يا رب عن وأنت قلت بنفسك عن نفسك أنك أنت هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. نشكرك يا رب لأنك راعي نفوسنا، نشكرك لأنك تهتم وتعتني بنا يا رب. اهتميت بحياتنا الروحية فقدمت خلاص أبدي وقدمت فداء كامل على الصليب، وأنت تعتني أيضا بحياتنا الزمنية وباحتياجاتنا هنا على الأرض. ترعانا، تحفظنا، تحمينا، تقودنا حتى في وسط الألام والضيقات والمتاعب. أنت رفيقنا، رفيق رحلتنا، لا يمكن أبدا أن تتركنا أو تتخلى عنا. لكن كما هو مكتوب يا رب عن شعبك في القديم: في كل ضيقاتهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. نحن نعظمك يا رب لأنك لست فقط الإله الساكن في السماء، لكنك الإله الذي يسكن في وسط تسبيحات شعبه، الذي يسير مع شعبه ويهتم بأولاده وقطيعه. يا رب بنباركك، بنعظمك، بنسبحك، بنمجدك، بنعليك يا سيد الرب. يا رب بنطلب أن روحك القدوس يسود علينا في هذه الليلة. بنطلب يا رب أن كلمتك تقرع على كل قلب يا رب، وتغير حياة كثيرين في هذه الليلة. بصلي يا رب أن كلمتك تكون كمطرقة تحطم الصخر يا رب، وكنار تحرق كل أدران الخطية والنجاسة في حياتنا، فنتقدس ونتطهر ونتنقى بفعل ماء كلمتك يا سيد الرب. نغتسل يا سيد الرب. بصلي بركة خاصة لكل مشاهد ولكل مشاهدة بيتابع هذا البرنامج الآن. المس حياتنا يا رب، غير حياتنا، ومد إيدك أصنع أمور عجيبة في حياة كل واحد وكل واحدة فينا. بطلب يا رب حضورك الإلهي، بطلب يا رب قيادة روحك وإرشادك، بطلب يا رب أن كل كلمة الآن تكون مؤيدة بمسحة الروح القدس وتصل إلى قلب كل مستمع يا رب، إلى قلب عبدك أيضا. كلم عبدك يا رب وعبيدك وعبيداتك، كلنا محتاجين نسمع صوتك يا رب ونشوفك ونلمس حضورك في وسطينا في هذا اليوم. بنصلي يا رب، بنطلب بركة للفضائية الأرامية وخدمتها ورسالتها. عظم اسمك فيها بقوة غير عادية يا رب، مستخدما كل العاملين فيها لمجد اسمك العظيم، كل برامجها يا سيد لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. في اسم حبيبنا الغالي ربنا يسوع المسيح، لك فيه يا بانا مع الروح القدس كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
أمين أحبائي، هنتأمل مع بعضينا النهاردة في موضوع الصلاة مفتاح النهضة، إزاي الصلاة تأتي بالنهضة. وكلمة نهضة معناها انتعاش في حياتنا الروحية، والانتعاش معناه أن الخطاة البعيدين ينالوا الخلاص والحياة الأبدية، والمؤمنين القريبين يتقووا ينتعشوا وينهضوا ويصيروا من مجد لمجد ومن قوة لقوة، وتكون حياتهم مليانة بحضور الرب وبركات الرب واضحة وملموسة في حياتنا كأولاد وبنات لله. هنقرأ مع بعضينا من مكانين من كلمة الرب. المكان الأول هو سفر الخروج أصحاح 15 وعدد 22. سفر الخروج أصحاح 15 عدد 22 بتقول كلمة الرب: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشربه؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء، فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عيني وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. خلونا نقرأ كمان من سفر ملوك الأول أصحاح 17. سفر ملوك الأول أصحاح 17 والفقرة الأخيرة في الأصحاح من عدد 17 بتقول كلمة الرب، والكلام هنا عن إيليا نبي الرب وعن المرأة الأرملة الموجودة في صرفة صيدا، التي صرفة التي لصيدون التي كان يقيم عندها إيليا النبي. عدد 17 بتقول كلمة الرب: وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت، واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسمة. فقالت لإيليا، قالت المرأة أم الولد لإيليا: مالي ولك يا رجل الله، هل جئت إلي لتذكير إثمي وإماتة ابني؟ فقال لها: أعطيني ابنك. وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها، وأجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل إليها أو عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا، فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إيليا الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه، وقال: إيليا انظري ابنك حي. فقالت المرأة لإيليا: هذا الوقت علمت أنك رجل الله وإن كلام الرب في فمك حق. يبارك الرب كلمته المقدسة لفائدة نفوسنا. في سفر خروج أصحاح 15 بيحكي لنا الكتاب قصة الشعب وهو طالع من أرض مصر، وإزاي وصلوا لمكان اسمه مارة، وفي مارة اسم المكان مارة لأن المية اللي موجودة في مارة مرة، علشان كده دعي اسم المكان مارة. وبعدين بيقول الكتاب أن الشعب اتذمر على موسى وقالوا له: ماذا نشرب؟ فموسى خد التذمر ده وراح بيه للرب وصرخ إلى الرب. يقول الكتاب في عدد 25: فصرخ إلى الرب، موسى رجل الله صرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء، فتحول الماء المر إلى ماء عذب، وهناك الرب وضع له فريضة وهناك امتحنه. كمان في سفر ملوك الأول أصحاح 17 بيكلمنا الكتاب عن شخص تاني صرخ، وهو إيليا. صرخ إلى الرب في عدد 20، صرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بماتتك ابنها. وتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. حبينا نتكلم النهاردة عن الصلاة التي تصنع المعجزات، الصلاة التي هي مفتاح النهضة. نحن نحتاج إلى هذه الصلاة في هذه الأيام، الصلاة الحارة مش الصلاة الباردة، لأنه ممكن تكون صلواتنا صلاة باردة مش بالروح، مش بحرارة الروح. والكتاب المقدس بيعلمنا أننا لازم نكون حارين في الروح عابدين الرب. حرارة الروح معناها أنه أرواحنا تكون منتعشة،
أرواحنا تكون ملتهبة بعمل الروح القدس في حياتنا اللي ظهر للتلاميذ في يوم 50 في هيئة ألسنة من نار كانت موجودة على رؤوسهم، وده إشارة لفعل وعمل الروح القدس في حياتنا. فروح الله القدوس بينعشنا، روح الله القدوس بيجعلنا حارين، روح الله القدوس بيجعل صلاتنا مش صلاة باردة، صلاة روتينية، مجرد كلمات احنا بنقولها من شفاهنا وقلوبنا بعيدة خالص عن الكلام اللي احنا بنقوله، دي الصلاة الحارة. فالرب النهاردة عايزك تتعلم وعايزك تتعلمي انك تصلي صلاة تعمل تغيير، ان الصلاة اللي بتصليها مش مجرد كلمات، لكن صلاة تكون مليانة بالروح القدس ومن كل قلبك. علشان كده الرب يسمع الصراخ، صرخ موسى الى الرب. يا ترى ايه كان شكل الصراخ اللي صرخ فيه موسى الى الرب؟ اكيد موسى ما وقفش كده وقال ادور على مكان اصلي فيه، يا ترى اصلي وانا قاعد، ولا اصلي وانا واقف، ولا اصلي وانا يعني في اي اتجاه، في بيتي برا البيت؟ لا، الاحتياج بيولد صرخة، والصرخة دي بتطلع من كل القلب بدون تقليد، بدون قيود. الصرخة دي بتطلع من كل قلب المؤمن الى الرب. احبائي، هي دي الصلاة الحارة اللي عايزنا الرب نصليها. احد خدام الرب الاتقياء قال ان الصلوات الباردة بتشبه سهام بغير رؤوس فلا تشق. مش ممكن يبقى فيه سهم والسهم ده ملوش رأس، لا يشق شيء ان كان السهم كده. دي الصلاة الباردة، سهام لكنها بغير رؤوس فلا تشق، وسيوف بغير حداد فلا تقطع، او طيور بدون اجنحة فلا تطير الى السماء. لكن الصلاة الحارة هي عبارة عن سهام قوية، سهام ملتهبة تشق السحاب وتصعد إلى عرش الله وتصل إلى محضره وتحرك السماء وتحرك إيد الرب عشان تصنع معجزات وآيات في حياتنا. هي دي الصلاة الحية أحبائي، الصلاة اللي بالروح، الصلاة اللي من كل القلب. الله ما بيهتمش في صلاتنا بحسابها كم عدد الصلوات اللي احنا صليناها، ولا ببيانها قد إيه فصحتها ومقدار حلاوتها في اللغة، ولا بهندستها كم طولها، ولا بموسيقاها كم حلاوة أصواتنا فيها وعزوبة أصواتنا فيها، ولا بمنطقها بمقدار حجتها. لكن الله بيهتم بالقلب الصارخ إليه. فالقلب المنكسر والروح المنسحق لا تحتقره يا الله. لما تيجي للرب تعالى واصرخ من كل قلبك. كم من مرة صلوات ما طلعتش فوق رؤوسنا، كم من مرة قلنا مجرد كلمات واحنا عاملين ان احنا بنصلي وبنكلم الرب، لكن الصلاة دي ما اتحركتش، ما طلعتش لفوق، ما عملتش اي حاجة، لانها كانت مجرد كلمات طالعة من افواهنا وبعيدة خالص عن قلوبنا. يا رب ساعدني النهاردة وعلمني ازاي اصلي. يا رب خليني اسأل زي ما سأل التلاميذ، علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. يا رب علمنا نصلي صلاة حارة، صلاة تعمل نهضة، تعمل تغيير في الناس اللي حوالينا، تعمل تغيير فينا احنا كمان، تخلينا نبقى مشابهين صورة ابنك، تخلينا نكون خدام حقيقيين، نكون رجال ونساء ابطال في الايمان اقوياء. صلاة تغير حياتنا بالكامل. انا عايزك النهاردة اذا انت مؤمن تطلب الطلبة دي، يا رب علمني ازاي اصلي. وإذا كنت أنت خاطي لسه معرفتش الرب، الرب بينتظرك عشان تصلي أيضا، وتصلي صلاة التوبة وصلاة الرجوع للرب. ونهاردة هتكلم معاكم في أمرين. الأمر الأول، الصلاة التي تأتي بالنهضة وأوصافها. إيه أوصاف الصلاة التي تأتي بالنهضة التي تعمل تغيير في حياتنا؟ أول حاجة هي صلاة التوبة الفردية والجماعية. التوبة الفردية والجماعية، الصلاة اللي بتعمل نهضة وتغيير هي صلاة التوبة. أنا عايز أسألك سؤال، هل صليت صلاة التوبة؟ هل رفعت قلبك للرب وجيت مع الإنسان العشار وقلت اللهم ارحمني أنا الخاطي؟ هل قرعت على قلبك لأنك عارف مكان الخطية فين، وانكسرت في قدام الله وانحنيت بقلبك قبل رأسك في محضر الرب وطلبت منه أنه يغيرك ويبدل حياتك؟ هي دي أول صلاة يسمعها الرب. كده مقدس بيقول ان ذبائح الشرير مكرها، ما ينفعش يجي الشرير يقدم ذبائح حمد وشكر وتسبيح للرب، الرب مش هيقبل صلاته، مش هيقبل طلباته. لكن الصلاة الاولى اللي بيقدمها الخاطئ البعيد عن الله للرب ويسمعها هي صلاة الخاطئ، صلاة التوبة، صلاة الرجوع اليه. عشان كده النهاردة انا عايزك تشوف وتسأل نفسك، هل صليت الصلاة دي من كل قلبك؟ الصلاة نفسها مش هي اللي تغير، لكن اتجاه القلب، التوبة الحقيقية، التغيير، انك بتحول
وجهك عن العالم وقلبك عن العالم وعن أمور هذه الحياة، وبتتجه بكل فكرك وبكل قلبك إلى الرب ملك الملوك ورب الأرباب. صلاة توبة حقيقية. نحمية صلى صلاة التوبة دي في نحمية أصحاح 1، وابتدى يتوب قدام الرب عن خطاياه وخطايا شعبه. ما كانش بس بيصلي من أجل نفسه، لكن كمان كان بيصلي من أجل شعبه ومن أجل الناس اللي عاش معاهم، وقال إحنا هنا مسبيين لأننا بعدنا عن الرب. في نحمية 1:6 يصلي نحمية ويقول للرب هذه الكلمات: لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. يا ترى هل بتعترف أنك أخطأت؟ هل بتعترف أنك خاطي محتاج لرحمة الله؟ هل بتعترف أنك مشيت في سكة غلط والنهاردة بتغير الطريق الخطأ بأنك بتمشي وراء الرب وبتتجه بكل قلبك عشان تسير وراه؟ يا رب النهاردة ساعدني علشان أعرف أن أنا إنسان خاطي فأتوب عن خطيتي وأرجع إليك بكل قلبي. الطرق المعوجة، الطرق الملتوية، السير وراء إبليس، وراء العالم، وراء الخطية، السير وراء شهواتنا. حبايك جميعنا ولدنا بالخطية، كلمة الله بتعلمنا كده، إن الجميع زاغوا وفسدوا، الجميع أعوزهم مجد الله، كل محتاج لمجد الله، ومجد الله ده في المسيح يسوع. الجميع سقط في الخطية ومحدش يقدر يقوم نفسه من الخطية غير لما تيجي للرب وتقول له: يا رب امسك بإيدي، أنا بصلي لك من كل قلبي النهاردة صلاة التوبة يا رب، صلاة الرجوع إليك، بعترف إن أنا أخطأت يا سيد، أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. صلاة توبة حقيقية من كل القلب. الرب عايزنا النهاردة نتوب. توب. قال الشعب لبطرس قديما: ماذا نصنع؟ قال لهم: توبوا، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ولتأتي أوقات الفرج من عند الرب. يا رب احنا النهاردة بنصلي لك صلاة التوبة، صلاة الرجوع إليك يا سيد، وبنطلب الغفران على خطايانا وعلى أثامنا وعلى شرورنا وعلى تعدياتنا. أشعيا بيسأل سؤال عجيب جدا في أشعيا 59:1، يقول ايه؟ ها إن يد الرب لم تقصر على أن تخلص. هل قصرت يد الرب عن أن تخلص؟ هل ثقلت أذن الرب عن أن تسمع؟ لا، يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، وأذن الرب لم تثقل عن أن تسمع. وما ليه المشكلة؟ بنصلي صلات كتير وربنا مش سامع، ما لا أقول له: يا رب اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ربنا مش سامع. ليه؟ إيه المشكلة؟ في مشكلة. إيه هي المشكلة دي؟ بيشرحها أشعياء في أشعياء 59 ويقول إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، وأذن الرب لم تثقل عن أن تسمع، بل أثامكم يعني شروركم خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع، أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم امتلأت إثم. يا رب النهاردة أنا تايب راجع يا رب، بعود إليك بكل قلبي النهاردة، بتوب يا رب عشان أقدر أصلي صلاة أنت تسمعها بعدين، عشان أصلي صلاة من كل قلبي تغير حياتي وتبدل حياتي بالكامل. نحن نحتاج أحبائي أن نعزل الأشياء الغريبة من حياتنا، نعزل خطية من حياتنا كأفراد وكجماعات، ككنيسة، كأفراد، كبيوت، كعائلات. تعال توب قدام الرب، اطلب مراحم الله والرب هيرحمك هيغيرك. لن يبارك الرب أي مجهودات نبذلها أو أي نشاط نقوم به طالما الحرام في وسطنا، كما تقول كلمة الله: في وسطك حرام يا إسرائيل. إمتى الرب يسمع صلاتي؟ إمتى؟ اسمع ماذا يقول الكتاب في أخبار الأيام الثانية أصحاح 7: إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية. توبة، رجوع. الله مش هيسمع صلاتك غير لما ترجع، لما تتواضع، لما تتوب. في كبرياء، في تعالي، في شرور موجودة في القلب. الله مش سامع صلاتك، بيسمع صلاتك لكن مش بيستجيبها. ليه؟ لأنه ما فيش توبة حقيقية في القلب. يا رب أنا بتوب النهاردة، بتغطى بدمك يا رب، بطلب دمك يسترني ويغطيني، بطلب دمك يطهرني وينقيني. يجب أن نتوب عن الخطايا أحبائي حتى يباركنا الرب.
وليس المقصود بالتوبة مجرد الحسرة والشعور بالألم نتيجة لما يصيبنا من وراء الخطية. في ناس كتير بيرجعوا للرب بس وبيتوبوا لأنه يعني أصابتنا بلاوي بسبب خطايا، جت على رؤوسنا مصائب وكوارث بسبب الخطية. فأنا تائب مش حبا في الرب، لكن أتائب ضغط من الخطية، الخطية بتضغط عليا فعشان كده أنا بتوب وبرجع للرب. الرب مش عايزك تتوب لأن في مرض، لأن في مشاكل، لأن في ظروف صعبة بتحيط بيه. لا، أنت بتتوب لأنك عايز تقبل الرب، لأنك بتحب الرب أولا. ناس كتير بيتوبوا مجرد بس كلام. اسمع ماذا قال الكتاب عن الرجل الغني. الرجل الغني كان في النار. لاحظ هذا الغني أنه ما قالش لإبراهيم يا أبي إبراهيم، ما قالوش صلي لي أو أنا بصلي عشان أتوب وبرجع، سامحني يا رب اغفر لي خطاياي. ولا نسمع ولا كلمة غفران ولا كلمة طلب للتوبة في صلاة هذا الرجل الغني وهو في النار أبدا. مفيش توبة. لكن كل اللي عايزه إيه؟ يا أبي إبراهيم ارسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني. هو دي مشكلتك؟ هو ده حل المشكلة اللي أنت فيها؟ طب هيرسل لك نقطة، النقطة هتعمل إيه في النار اللي أنت فيها دي؟ أنت محتاج إنك تتوب، ودلوقتي راح زمن التوبة، عد عليك زمن التوبة خلاص، أنت وصلت للنهاية، وصلت للختام، مفيش فرصة تاني تتوب فيها لأنك وصلت لجهنم، وصلت للنار، للهاوية. في ناس كتير يفتكروا يتوبوا بس بعد ما يكون راحت الفرصة، ضاع الأوان، فات الأوان، ما يقدرش يتوب. هذا الرجل لم يتحصر ولا على خطية واحدة في حياته، لكن كل اللي كان شغله أنه في نار وعايز يبرد النار دي بأي شكل. ناس كتير كده بيجوا ربنا بس عشان يبردوا النار اللي هم فيها، بيجوا لله وبيطلبوه لأجل ظروفهم الصعبة، لأجل الضيقات اللي بيعدوا بيها، مش لأجل الرب نفسه. ودي مش بتسمع، الله مش بينظر إليهم. يمكن يتحنن عليهم وينظر إليهم علشان يقودهم للتوبة الحقيقية والرجوع الحقيقي. خلي بالك داود لما أخطأ، لما صلى في صلاته قال إيه في صلاته؟ داود بعد ما أخطأ عاش في الخطية فترة طويلة، يمكن سنتين، وبعدين لما جاله نثان النبي وقال له على حكاية النعجة اللي كانت في حضن الفقير وخدها الغني ودبحها وأكل بيها ضيوفه، قال الرجل ده يقتل وترد النعجة 4 أضعاف. كانت النتيجة النسان قال له أنت هو الرجل. فتاب، تاب توبة حقيقية. ما كانش بيتوب لأن في ظروف صعبة عليه، لكن كان بيتوب لأنه حس أنه أخطأ في حق الله أولا. مزمور 51 يقول إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. أنا مش بتوب لأني شايف الدم بتاع أورية، أنا مش بتوب لأني أخطأت في حق بثشبع، أنا مش بتوب لأني أخطأت في حق القادة والرؤساء اللي موجودين في بلدي وتحت أمرتي، لكن أنا بتوب لأني أخطأت إليه. ارحمني يا الله حسب كثرة رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني. يا ريت تكون توبتك النهاردة. افتح مزمور 51، وإذا مزمور 51 بيعبر عن احتياجك صليه من كل قلبك صلاة توبة حقيقية قبل ما يضيع الوقت، قبل ما تنتهي الفرصة، قبل ما تروح للنار وما يكونش في مجال إنك تصلي وتطلب الرب من جديد وترجع إليه من جديد. الصلاة التي تصنع النهضة، الصلاة التي هي مفتاح النهضة، هي صلاة التوبة الفردية والجماعية. نحن نحتاج كجماعة أن نتوب، ونحتاج كأفراد أن نتوب، نحتاج ككنيسة أن نأتي قدام الرب ونتوب عن أخطائنا في حق بعضنا البعض، في حق الناس الذين من حولنا. وكأفراد نحتاج أن نأتي وننحني قدام الرب ونطلب التوبة الحقيقية من الرب إلهنا. يبقى الأمر الأول هو صلاة مفتاح النهضة، هي صلاة التوبة الحقيقية أو التوبة الفردية والجماعية. الأمر الثاني هي صلاة بدون أنانية. يعني هدف الصلاة دي إيه؟ مش أنا، مش ذاتي، مش نفسي، لكن هدف الصلاة دي الآخرين، بصلي لأجل الآخرين، هدفها مجد الله في حياتي. ناس كتير لما بيصلوا بيكون كل تركيزهم في الصلاة على نفسهم بس، محور الصلاة أنا، يعني يا رب أنا موجود هنا، أنا جاي لك عشان أنا، عشان نفسي كده، عشان أنا إنسان يعني حلو بصلي بعرف ربنا. الرب مش عايزك تعمل كده، مش عايزك تكون مركز على نفسك على ذاتك. كتير من الناس بيسألوا وبيصلوا وبيطلبوا طلبات كثيرة لكن لا تستجاب صلواتهم. إيه هي شروط الصلاة المستجابة؟
أول حاجة لازم تكون الصلاة دي باسم الرب. قال يسوع له كل المجد، مهما سألتم باسمي. كل الصلوات يجب أن تكون مشفوعة في اسم الرب يسوع المسيح. مهما سألتم باسمي، صلي باسم الرب. يبقى أول حاجة باسم الرب. حاجة تانية بإيمان، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. لازم يكون عندك إيمان، لازم تصدق أن ربنا بيقبلك، لازم تصدق أن مراحم الله موجودة، لازم تصدق أن أحضان الرب مفتوحة ليك. لازم يكون عندك إيمان. يبقى لازم الصلاة تكون مرفوعة باسم الرب، يجب أن تكون الصلاة بإيمان. حاجة تانية تكون لمجد الرب، مهما سألتم باسمي فإني أفعله ليتمجد الآب بالابن. يا رب ساعدني عشان أصلي صلاة لمجدك، عشان أطلب مجدك يا رب الأول. كم من صلوات طلبناها أحبائي لمجد أنفسنا. سئل أحد خدام الرب الأتقياء بهذا السؤال، كم من صلواتك طلبات وكم من صلواتك شركة مع الله؟ قد إيه من الصلوات دي طلبات وقد إيه من الصلوات دي شركة وشبع بالرب؟ فقال الثلاث سنين الأولانية كان معظم صلاتي طلبات، بصلي يا رب الدين، يا رب خد، يا رب ودي، يا رب هات، يا رب اعمل. كل صلاتي كانت مركزة على أمور أرضية، كانت مركزة على نفسي على ذاتي. لكن بعد كده عرفت أنه ما ينفعش أن أنا أركز صلاتي على نفسي أنا بس، لكن لازم تكون الصلاة شركة شبع بالرب. فقال هذه الكلمات وقال هذه العبارة الحلوة، قال إذا أنت بتروح لواحد عنده شجر التفاح وبتطلب منه كل يوم يديك التفاحتين أو ثلاثة أو كيلو أو ثلاثة تفاح، لكن إيه رأيك لو ملكت الشجرة نفسها وبقيت الشجرة بتاعتك ملكك، كل الثمار اللي عليها هتبقى بتاعتك أنت؟ إذا الرب امتلكني وإذا صار الرب هو إلهي بتاعي ملكي، كل الخيرات اللي عند الرب، كل البركات الروحية اللي عند الرب هتنسكب على رأسي، زي ما يقول الكتاب بركات على رأس الصديق. صلاتنا مرات كتير بتكون منصبة على نفوسنا على ذواتنا. يا رب ساعدني عشان أصلي صلاة يا رب صلاة ديت تكون سبب بركة للآخرين، تكون لمجدك أنت، أطلب فيها مجدك كما قال الرب يسوع له كل المجد. أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. الصلاة دي لازم تكون صلاة توبة فردية وجماعية. الصلاة التي هي مفتاح النهضة هي صلاة لمجد الله الآب في حياتنا. أمر الثالث هي صلاة الوحدة الحقيقية. الوحدة الحقيقية لازم يكون في اتحاد بين المؤمنين. صدقوني الرب النهاردة بينظر إلى المؤمن الواحد بيلاقيه مقسم مجزأ. عشان كده داود في المزمور صلى الصلاة الحلوة دي وقال وحد قلبي لخوف اسمك. خلي قلبي يكون واحد يا رب، أنا بنظر لقلبي ألاقي نفسي مجزأ مقسم كل حتة في اتجاه، لكن النهاردة أنا بطلب منك أنك توحد قلبي لمجد اسمك. وحد يا رب الكنيسة كمجموعة كجماعة ككنيسة محلية. خلينا يا رب نصلي بروح واحدة بنفس واحدة زي الكنيسة في أعمال الرسل لما انتظر الروح القدس، يقول الكتاب كان الجميع معا بنفس واحدة. لما كانوا بيصلوا كانوا بيصلوا مواظبين على الصلاة في الهيكل بنفس واحدة، ولما رفعوا صلاة في أعمال الرسل أصحاح 4 يقول الكتاب رفعوا صلاة بنفس واحدة. مرات كتير واحد من المؤمنين في الكنيسة يصلي لأجل الشفاء والتاني يصلي لأجل خلاص الخطاة والرابع، وكلنا كده كل واحد واخد خط في اتجاه غير التاني خالص. لكن خلونا نتحد مع بعض في بنفس واحدة وفي شركة واحدة نطلب لأجل طلبات محددة. يا رب النهاردة احنا مجتمعين بنصلي من أجلك لأجل انتعاش للكنيسة، بنصلي لأجل خلاص الخطاة هذا اليوم. يا رب نكرس هذا اليوم كل صلاتنا منصبة على شفاء للأمراض يا رب، على حرية للمستعبدين. تخلي النفس تبقى واحدة. في أعمال الرسل أصحاح 2 صلوا بنفس واحدة، وأنا بستغرب كل ما أقرأ الصلاة دي بيتهيأ لي كده يمكن يكون صح إن الكلام كانوا بيقولوه كلهم واحد، كانوا بيقولوا نفس الكلام، ما كانش كل واحد بيقول كلام مختلف عن التاني. صلوا بنفس واحدة. يا رب احمينا من الانقسام. يا رب خلي هدفنا يكون واحد هو مجدك. خلي يا رب خضوعنا يكون واحد. الوحدة تعني الهدف الواحد، النفس الواحدة تعني الخضوع، الوحدة تعني ان كلنا نكون خاضعين للرب، والوحدة تعني ايضا عدم الانقسام والتشتت. يا رب ساعدني علشان كمؤمنين نكون واحد فيك. الصلاة اللي بتصنع النهضة هي صلاة توبة فردية وجماعية،
هي صلاة لمجد الرب إلهنا، مش خالية من الأنانية، هي صلاة الوحدة الحقيقية. أمر الثاني في موضوع تأملاتنا، الصلاة وأعمالها. ماذا تصنع الصلاة؟ على فكرة الصلاة بتعمل حاجات عجيبة وكتيرة قوي، يمكن أخد حلقات أتكلم عن عمل الصلاة في حياتنا، عمل الصلاة في حياة المؤمنين في الكتاب المقدس، لكن أنا هختار بس أربع أشياء ممكن الصلاة تعملهم. يمكن الأربع أشياء دول يلمسوا احتياجك النهاردة ويلمسوا احتياجك في هذا اليوم. إيه اللي ممكن تعمله الصلاة؟ أول حاجة، الصلاة تحول المرار إلى حلاوة. الصلاة تحول المرار إلى حلاوة. يقول الكتاب في سفر خروج إن الماء كان مر، خروج أصحاح 15 اللي احنا بتأمل فيه مع بعضينا. صرخ موسى إلى الرب. طب الرب هيعمل لك إيه يا موسى؟ هي البحيرة دي اتركبت على كده، والمية اللي فيها من مئات آلاف السنين موجودة، مية مرة، هيعمل لها إيه الرب؟ قال ما هو اللي خلقها، هو اللي عملها، هو اللي صنع البحيرة دي، عنده حل للمية المرة اللي موجودة في البحيرة. البحيرة دي بتشبه حياتي وحياتك وحياتك. ممكن يكون في مرار جوانا، مرار بسبب الظروف الصعبة، مرار بسبب ضيقات عائلية، مشاكل في الأسرة، مشاكل زوج مع زوجته أو زوجة مع زوجها، مشاكل مع الولاد، مشاكل مع الإخوات والإخوة، مشاكل مع الأب والأم، مشاكل في العمل، مشاكل في كل اتجاه، ظروف صعبة، مية مرة في حياتنا. مين اللي يحول المية المرة إلى حلاوة؟ مين يقدر؟ يقول الكتاب هذه كلمات إن الرب أراه شجرة، رب فتح عينيه، رب ما بعتش ملاك من السماء قال للمية كوني حلوة فصارت حلوة، لكن الرب يقول الكتاب فتح الرب عيني موسى فأراه الرب شجرة فترحف الماء فصار الماء عذبا حلوا. يا رب بشكرك لأنك ما بتسيبش المية مرة، بشكرك ما بتسيبش العذاب في حياتي عذاب، بشكرك لأنك ما بتسيبش التعب والأنين في حياتي باستمرار، لكن أنت بتيجي بنفسك يا رب تاخدني للخشبة، تاخدني للصليب، وفي الجلجوسة عند الصليب بتحول مرار حياتي إلى حلاوة. أراه الرب شجرة فصار ترحف الماء فصار الماء عذبا. أنا عارف يمكن يكون عندك ضيقات ملهاش حل، يمكن تكون طلبت من ناس كتير يصلوا لك، لكن تعال النهاردة بكل اتضاع في محضر الله قول يا رب أنت اللي حولت المية المرة إلى ماء عذب. أنا جاي لك بالمرار اللي في حياتي، جاي لك بالضيق والألم، جاي لك بالاضطهاد، جاي لك بالظروف الصعبة اللي في حياتي، ارفعها من فضلك. على فكرة الرب مش عايز المرار يدوم في حياتنا، علشان كده مرات كتير بتكون جوانا احنا كمان مرارة تجاه بعض الناس، مرارة بسبب خطية معينة، يمكن عندك حقد دفين، يمكن عندك كراهية، يمكن مش قادر تسامح ولا تغفر، يمكن امسكت خطية لحد ومش عارف تسامحه، مش قادر تغفر له، في مرار في داخل قلبك. اسمع ماذا يقول الرسول بولس في رسالة أفسس أصحاح 4 عدد 31، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. يا رب ارفع النهاردة كل مرار من حياتي، شيل يا رب المرار من جوايا، تعال واصنع نهضة يا رب، والنهضة دي هي عبارة عن تحويل الماء المر في حياتي إلى ماء عذب، إلى ماء حلو. الصلاة يا أحبائي تحول مرار الحياة إلى حلاوة. يمكن يفضل المرار، يمكن تفضل المشاكل، يمكن تفضل الظروف الصعبة، لكن أنت تبقى فوقيها، تبقى مرتفع فوقيها. زي ما يقول حبقوق في أصحاح الأخير في أصحاح 3، يقول مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، لا بقر في المزاود، ينقطع الغنم من الحظيرة. طب وتعمل إيه في كل ده؟ دي مجاعة، أنت بتحكي عن مجاعة، مش اقتصاد أمريكا هبط ولا ريسيشن ولا بتاع، لا دي مجاعة، تعمل فيها إيه؟ يقول لكني أنا أفرح بالرب وأبتهج بإله خلاصي الذي يمشيني، يجعل رجلي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يا رب أشكرك لأنه ممكن يكون المرار قاعد موجود لكن أنت رفعني فوقيه، يمكن يكون المرض موجود لكن أنت رفعني فوق المرض، يمكن تكون التجربة موجودة لكن أنت مخليني طاير في السماء، وكده أنت حولت المرار إلى حلاوة.
احبائي الرب الهنا يقدر 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 على كل شيء. زمان الناس من تعبها في ايام الملك شاول راحوا للملك داود اللي هو كان مطرود من شاول، وراحوا له يقول الكتاب اجتمع الى داود كل مري النفس، كل من كان عليه دين، كل متضايق، راحوا لداود، فصار داود عليهم ملكا او رئيسا. انا عايز اقول لك النهارده ان في رئيس، الرئيس ده بيطلب كل مطرود، كل متضايق، كل مري النفس، بيقول لهم تعالوا انا هداوي جراحكم، انا هشفي امراضكم، انا هعزي حزنكم، هحول حزنكم الى فرح، انا هفك قيودكم، هحول المرار في حياتكم الى حلاوه. الصلاه احبائي، الصلاه تحول المرار في حياتنا الى حلاوه. يا رب انا جاي لك النهارده بالمرار، يمكن يكون المرار ده في الكنيسه، يمكن يكون المرار ده في الشغل، يمكن يكون المرار ده في البيت، يمكن يكون المرار ده من ولد او من بنت، يمكن يكون المرار ده من اب او من ام، ما اعرفش ايه المرار اللي عندك، لكن اعرف حاجه واحده بس، اعرف ان في اله يحول المر الى حلو، والاله ده اسمه شخص الرب يسوع المسيح، يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. يا رب النهارده انا جاي لك عشان تحول مرار حياتي الى حلاوه، جاي لك يا رب عشان تغيرني بالكامل، عشان تبدلني بالكامل في هذا اليوم. الصلاه واعمالها، الصلاه تحول المرار الى حلاوه. الحاجه الثانيه، الصلاه تاتي بالمطر المتاخر والمبكر ايضا. الصلاة تأتي بالمطر المبكر ومتأخر. عارفين انتوا ده إيليا، إيليا بصلاة واحدة قفل السماء، وقف قدام أخاب الملك وقال له حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي. وفعلا السماء اتقفلت تماما، ما كانش في أمطار، وكانت النتيجة، كانت النتيجة أنه كان في مجاعة شديدة قوي. لكن بعدين يقول الكتاب أن إيليا صلى وطلب من الرب، راح على شط البحر كده، راح على في حتة بعيدة وحط رجليه بين ركبتيه وابتدى يصلي قدام الرب، وراح قال للغلام بتاعه روح شوف هل في غيمة جاية من عند البحر ولا ما فيش. قال له اه في غيمة جاية، غيمة صغيرة قدر كف إنسان. طب الغيمة دي هتعمل ايه قدر كف إنسان؟ هتعمل ايه في المجاعة الطويلة اللي احنا عايشينها لينا سنين؟ ما فيش مية للناس تشرب ولا تزرع ولا للحيوانات لترتوي، كان في مجاعة حقيقية. يقول عنه الرسول يعقوب في رسالته هذه الكلمات الرائعة، كان إيليا إنسانا تحت الألام مثلنا، لكنه صلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر السماء 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء مطرا. إيليا كان زي وزيك، إنسان تحت الألام مثلنا، لكنه صلى قفل السماء، صلى كمان فتح السماء. جه المطر المبكر والمتأخر. المطر أو المية في الكتاب المقدس إشارة لأكثر من شيء، إشارة لكلمة الله، كلمة الله هي الماء الذي يغسل حياتنا بغسل الماء بالكلمة. المية في الكتاب المقدس إشارة للروح القدس، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه مياه، تجري من بطنه أنهار مياه حية، قال هذا عن الروح القدس الذي كان التلاميذ مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. الروح القدس والماء اللي بنسكب على حياتنا، ليه حياتنا يابسة ناشفة؟ ليه في جذوب في حياتنا؟ ليه في جذب في حياتنا؟ ليه ما فيش أفراح حقيقية؟ ليه حتى اجتماعاتنا يابسة ناشفة ما فيهاش حرارة؟ في عبادة، في ناس بتيجي على الكنيسة، لكن ما فيش حرارة، لأن المطر مقفول، لأن السماء مقفولة، لأن ما فيش انسكاب للروح القدس. الكتاب المقدس يقول هذه الكلمات، المهيئ للأرض مطرا، الرب يهيئ لأرض حياتك مطر، والرب وعد أنا يعطي مطركم في حينه، في لوين 26 عدد 4 أعطي مطركم في حينه. وفي يوئيل بيقول أن الرب يأتي بالمطر المبكر والمتأخر يسكبه على حياتنا. وفي سفر المزامير يقول مطرا غزيرا نضحت يا الله، يا رب تعالى أسكب مية على حياتي. انت قلت يا رب اسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسه، تعالى اسكب ميه على حياتي يا رب. يبقى الصلاه تحول المرار الى حلاوه، الصلاه تاتي بالمطر المبكر والمتاخر. عمل ثالث للصلاه، الصلاه التي هي مفتاح النهضه تحيي الميت، تحيي الميت. المراه امراه صرفه صيده لما ابنها مات وإيليا كان قاعد عندها، راحت لإيليا قالت له ايه ده انت جيت عندي عشان تذكر الرب بخطيتي وبأثامي، وبعدين
وتموت ابني؟ فقال لها طب هاتي ابنك. خد ابنها وطلع بيه على العلية اللي هي عملتها له، او دخل بيه على العلية بتاعته اللي هي عنده، كانت عندها في البيت، وحط الولد على السرير وصلى الى الرب، صرخ الي الى الرب يا رب، حتى يا رب الى المرأة التي انا نازل عندها قد اسأت بماتتك ابنها، وتمدد على الولد 3 مرات، فسخن جسم الولد وقام بسبب الصلاة. الصلاة تقيم الميت. قدي اموات حوالينا، قدي ناس اموات بالذنوب والخطايا، قدي نعرف ناس ميتين وبنصلي لهم سنين، يا رب خليني اصلي صلاة حارة تحيي هذا الميت، تغيره، تصيره ابن ليك، اصلي من اجله عشان انت تقوده اليك، عشان انت يا رب ترفعه من خطاياه من شروره. أم أغسطينوس صلت من أجله 20 سنة لغاية ما الرب جاء به إلى الإيمان. قد إيه بتصلي من أجل أولادك، من أجل بناتك، من أجل عيلتك، من أجل الأموات بالذنوب والخطايا البعيدين عن الرب، قد إيه بتصلي من أجلهم؟ يا رب ساعدني عشان أصلي صلاة زي صلاة إيليا، تقفل للسماء وتفتحها، تأتي بالمطر المبكر والمتأخر. ساعدني يا رب أصلي صلاة من كل قلبي عشان تحيي الموتى، الناس اللي ماتوا بالذنوب والخطايا تحييهم وتغيرهم وتصيرهم أولاد وبنات ليه. أنا بصلي من كل قلبي أن رب يقودنا النهاردة علشان نصرخ إليه. هي دي شهوة قلب الرب، أنه يسمع صراخنا. اسمع صراخي يا سيدي، أنا جاي لك يا رب بصرخ لك من كل قلبي، بصرخ لك يا رب لأجل المرار اللي في حياتي، بصرخ لك يا رب لأجل المية اللي امتنعت عني، زفير أحشائك ومراحمك نحوي امتنعت. يا رب جاي لك النهاردة عشان تيجي مراحمك عليا، تسكب ماءك على حياتي، حياتي اللي يبست، حياتي اللي ماتت روحيا، احييني يا رب. مد ايدك واحييني، اعمل انتعاش في حياتي، اعمل انتعاش في كنيستي، اعمل انتعاش في عيلتي، اعمل نهضة في الناس اللي حواليا، خلص، غير، بدل القلوب يا رب، احيي الأموات واعمل معجزات وآيات في هذه الأيام. أحبائي، الإله اللي حول الماء إلى الماء المر إلى ماء عذب هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. الإله الأحيا الفتى الميت بصلاة إيليا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. الإله اللي تقابل مع السامرية وخلصها هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. الإله الذي التقى بشاول الطرسوسي في طريقه إلى دمشق هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. يقدر يتقابل معاك، يقدر يغير حياتك، بس تعال وصرخ له من كل قلبك صلاة حقيقية، صلاة توبة من كل القلب، الرب يسمعها ويستجيبها ويغير حياتك بالكامل. أنا بصلي من كل قلبي أنه كلمة النهاردة تكون سبب بركة وتعزية ليك، وبصلي النهاردة أن كلمة الرب تقودك علشان تنحني في محضر الرب، تصرخ إليه بكل قلبك للرب وتيجي إليه وتسلم حياتك ليه. حبايا، نستقبل تليفوناتكم على الهواء مباشرة بعد ما ناخد استراحة قليلة، ابقوا معانا هنسمع ترنيمة وبعدين نعود إليكم مرة أخرى في هذا البرنامج، فابقوا معنا. مستحيل عليك تنزع من بين ضلوعي قلب الحجر وتعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك، وتشفي فكر المريض من داء الخطيه داء البشر. مش مستحيل عليك تنزع من بين ضلوعي قلب الحجر وتعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك، وتشفي فكر المريض من داء الخطيه داء البشر. مش مستحيل، مش مستحيل عليك يلي خلاصي فيك بلحظة اكتمل. مش مستحيل عليك انك كمان بلحظة تكمل في العمل. مش مستحيل عليك يلي خلاصي فيك بلحظة اكتمل.
مش مستحيل عليك انك كمان بلحظة تكمل في العمل. بدي تعلمني حبك من قلبي كله ومن فكري كله ومن نفسي كلها ومن عزمي كله. بدي تعلمني حبك من قلبي كله ومن فكري كله ومن نفسي كلها ومن عزمي كله. بدي تكملني فيك حتى فكري يرضيك. بدي تكملني فيك حتى فكري يرضيك. وبعرف انه هيدا مش مستحيل عليك. مش مستحيل عليك تنزع من بين ضلوعي قلب الحجر وتعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك وتشفي فكر المريض من داء الخطيه داء البشر. وتعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك وتشفي فكر المريض من داء الخطيه داء البشر. احبائي برحب بكم مره تانية من الفضائيه الاراميه في برنامجكم وتعرفون الحق. اهلا وسهلا بكم. احنا بنتاسف على المشكله اللي حصلت في خلال الترنيمه، لكن بنشكر الرب لاجل ترنيمه الاخ ايمن، وفعلا مش مستحيل على الرب ابدا انه يغير القلوب ويبدل النفوس ويصير حياتنا حياه جديده وخليقه جديده. احنا معاكم على الهواء مباشره، تقدر تتصل بينا على تليفون استوديو 412484161300. التليفون موجود على السكرين، بنرحب باتصالاتكم. اذا عندك مشاركه او سؤال او مداخله او طلبت صلاه، اهلا وسهلا بيك. اذا حابب تذكر الرب، يعني تقبل الرب النهارده وتنال حياه جديده في شخص الرب يسوع المسيح، برضو بنرحب بيك واهلا وسهلا بيكم في هذا البرنامج.
كمان برحب بالإخوة الأحباء اللي بيسمعونا على البال توك وفي غرفة جيزاس لاف. أهلا وسهلا بكم أحبائي مرة تانية. بصلي أن الجميع اللي بيسمعوا واللي بيشاهدوا يكونوا يعني الرب لمس قلوبهم من خلال الكلمة النهاردة. إذا عندك اتصال أو طلبت صلاة بنرحب بمداخلتك معانا الآن. تكلمنا النهاردة عن الصلاة مفتاح النهضة، وتكلمنا عن أن النهضة هي الانتعاش، هي التغيير في حياة المؤمنين. في نفس الوقت النهضة هي أنه الخطاة يتوبوا والبعيدين عن الرب يقربوا منه وينالوا في حياة جديدة. فإذا عندك نية النهاردة وعندك رغبة النهاردة أنك تفتح قلبك ليسوع وتقبله رب ومخلص لحياتك وتتوب توبة حقيقية وتنال في غفران وحياة أبدية، مش هتندم أبدا، بالعكس هتندم على الأيام اللي قضيتها بعيد عن الرب وقبل ما تعرف الرب. علشان كده دلوقتي تعالى نصلي مع بعض ونفتح قلوبنا ليسوع ونقبله رب ومخلص على حياتنا وننال حياة التوبة وننال حياة الجديدة في شخص الرب يسوع المسيح عن حياة عن طريق التوبة الحقيقية. طيب التليفون زي ما قلت قدامنا، بناخد أول اتصال. الأخت معيسة تفضلي. أيوة. أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا مساء النور. سلام المسيح عليكم. وعليك يا أختي. أنا بطلب صلاة جامدة إلي لأني مريضة، 3 مرات الشهر هذا فت المستشفى. وعندي بنت مسكينة بالبيت عايشة معي، أنا بدير بالي عليها. وأنا بدي تصلوا لي، وأنا مؤمنة بالله وبيسوع المسيح حبيبي. أمين. وطول نهار قاعد على الإرمية، واليوم سمعت كل الإنجيل. كل الصلاة سمعتها من الصبح من الساعة 8 إلى هسه وأنا قاعد على التلفزيون. أمين، الرب يباركك. وشكرا لكم جميعا. شكرا لك يا أخت معيسة، هنصلي لك الرب يتمجد. الرب يباركك. ثانك يو. شكرا لك، الرب يباركك والرب معاكي. أحبائي أشواق قلب الرب إن هو يشوفنا ونطلب شفاء وبنطلب حرية وبنطلب خلاص وبنطلب حياة أبدية منه، لأنه يقدر، لأن هو الرب الشافي اللي قال أنا الرب فإني أنا الرب شافيك. الرب بيسمع صلاتنا وبيستجيب طلباتنا وبيجي لحياتنا وبمد إيده ويصنع عجائب ومعجزات في حياتنا كمؤمنين. طيب بناخد اتصال تاني من الأخت عفاف. أهلا وسهلا. اهلا، مساء الخير حضرة القسيس. مساء النور يا اختي، اهلا بيكي. الله يخليك. الحمد لله، very happy. انا عندي ريكويست لو سمحت للصلاة. تفضلي. ماي نيفيو ديفيد جيرجس، لو سمحت صلي له هو واصحابه. انا دايما بصلي من اجل كل الولاد واصحابهم كمان، لان الاصحاب بيجروا العيال في طريق مش كويس. نعم نعم. And he is not doing good in the college. يعني طبعا هو ربنا بيحبه أكثر مني كتير. فأنا I am trying to have peace in this situation, but please I need صلاة جامدة. وأنا عندي إيمان إن ربنا بيغير ويغير أصحابه ويغيره ويخليه يبقى ناجح. أمين أمين. نصلي من أجل ديفيد، الرب يتعامل معاه ويغيره ويخلصه، لأن الرب يقدر. أمين. ومن أجل أندي أخوه ديفيد وأندي. أوكي. Please. ديفيد وأندي. أمين. نصلي من أجلهم الرب يتمجد في حياتهم. أنا صلي لي عشان الخدمة بتاعتي، عشان ربنا يديني قوة وثمار كل يوم. أمين. الرب يستخدمك ويباركك يا أخت عفاف في الخدمة. الله يباركك. نعم. Very happy to talk to you. الرب معاك يا happy to talk to you. الرب معاك. باي باي. الأخت مرائد تفضلي. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. سلام المسيح معكم. ومعك أيضا، أهلا بك يا أختي. الرب يبارك والرب يكون معكم ويباركك. أمين باسم يسوع. أنا بطلب صلاة، أنا ضيفة هنا بالبكرسي من الأردن. بطلب صلاة من أجل ابني وزوجته وابنه، اسمه تائر وزوجته اسمها سارة وابنه اسمه يوسف. فالصلاة الرب إنه يكون هو المالك على حياته. أمين. ما يجعل لإبليس مدخل يدخل في حياته. أمين. بركة من عند الرب. أمين باسم يسوع. نصليهم الحكمة والمعرفة. أمين أمين. حتى يستمروا في حياتهم، حتى ما يكون أي ثغرة في حياتهم. أمين. ويسدد احتياجهم المادي باسم يسوع. باسم يسوع. يعني بتوضع في حاجة لصلاة ماسة من الأخوة المؤمنين، من أولاد الرب، حتى أنهم يستمروا في حياتهم. أمين أمين. نصلي لهم. حاضر يا أخت مرائد، والرب يباركك ويبارك حبك لأولادك. الله يخليك. وأشواقك إنه الرب يكون معهم، إنه ما يفرقش منهم.
ما يخلي لابليس مجال يدخل في حياتهم. امين باسم يسوع. امين. انت بتعرفي الرب؟ انت اخت مؤمنه يا اخت مرايد؟ امين. صلوا لهم ارجوك، صلوا لهم بحراره. انت بتعرفي الرب اخت مؤمنه؟ عرفت الرب؟ امين. انا مؤمنه بالرب يسوع، هو ساكن حياتي. امين. عشان هيك قد متاثره شوي. امين امين. انا هصلي لك، الرب يديك سلام وطمانينه. صلي لهم. حاضر حاضر، هصلي لك. ما تخلي مجال لا شيء يصير في حياتهم. امين باسم يسوع. رب يعطيهم الحكمه والمعرفه مثل ما اعطاها لسليمان الحكيم. امين يا اختي. حاضر. يتصرفوا بحكمه. امين. يتصرفوا، يكون الرب هو اللي داخل في حياتهم، في بيتهم، في قلوبهم. يا رب يستمروا في حياتهم، يسدد احتياجهم المادي. يمكن السبب الرئيسي انه المادي في حياتهم. نعم. وانا بعرف انه الرب يسدد كل احتياج. اكيد. يسدد كل شيء مطلوب منه. اكيد. حتى اطلبوا تجدوا، اسالوا تعطوا، اقرأوا يفتح لكم. نعم. وانا دائما صلاتي لهم، لما انا جيت لهم شوي الوضع بتذكر كيف الرب يكون معهم. امين امين. لهم بحراره. حاضر يا اختي، اصلي لهم. الرب يباركك يا اختي مرائد. الرب يباركك. ثانك يو. واسف اني ازعجتك. لا 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 ابدا ابدا، تحت امرك. الرب معك. بناخد خليك. شكرا لك. بناخد الاخت ان. اتفضلي اخت ان. هلو الاخت ان، اتفضلي. الو. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. مين معنا؟ مساء الخير. حضرت الاستاذ جمال. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. ربنا يبارككم. انا كان عندي لو سمحت سؤالين بس، لو ممكن تجاوبنا عليهم. اتفضل. السؤال الاول، هل يعتبر المسيح اتولد في دوله فلسطينيه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني لو سمحت، هل مريم والتلاميذ يعتبروا فلسطينيين؟ هما مش فلسطينيين، لكن هما يعني يهود اسرائيليين، لان اسرائيل أنا قبل كنت يعني أتفضل. نعم. هو في ايام يعني لو انت بتقرا العهد القديم كله بتلاحظ انه كان في المملكه الاسرائيليه، وكان ستيل موجود الفلسطينيين، لانه لما بتقرا العهد القديم بتلاحظ ان كان في فرق يعني حرب مستمره ما بين مملكه شاول وداود، ويعني اخضعوهم في فتره من الاوقات. وفي سفر القضاة نفس القصة، انه كان لما بيقوى الفلسطينيين كانوا بينتصروا على شعب الله، وفي الوقت اللي فيه شعب الله بيبعد، اللي هو شعب اسرائيل بيبعد عن الرب وبيتعبد للاصنام، كان الرب يسلط عليهم اعداء ومن ضمنهم كانوا الفلسطينيين. فالممالك اللي هي جات واشقلون وغزة دي موجودة في الكتاب المقدس، والمناطق دي كانت موجودة بحذاء البحر، وكانوا بيسكنوا مع بعض، وكان في دايما مشاكل مع بعض. يعني في ايام الرب يسوع المسيح احنا ما بنقراش كتير عن الشعب الفلسطيني، لكن اكيد كانوا موجودين. لكن المملكه كلها في الوقت ده كانت مملكه اسرائيل، وكانت محتله من الرومان. كل المنطقه كانت محتله من الرومان، والدليل وجود الملك هيرودس، وفي نفس الوقت وجود الولاة الرومان زي بيلاطس البنطي وغيره. لكن جنسيه مريم ام يسوع، وجنسيه يوسف الاب الشرعي للمسيح، وجنسيه المسيح نفسها بحسب الجسد هي جنسيه يهوديه او اسرائيليه. امين. اشكرك. يعني التفسير اللي هو بيقول من اصل فلسطيني ده رونج. من لا، في الارض نفسها ممكن تتسمى، يعني في كان في الوقت ده في ارضين، ارض فلسطين معروفه في ساحل البحر، واخد لبالك، وارض اسرائيل معروفه برضو. فالفلسطينيين موجودين من زمان، يعني الاسم فلسطينيين موجودين زمان، لكن المسيح من اسرائيل. مظبوط مظبوط. امين. أشكرك يا جنة. شكرا لك. شكرا لك يا محبوب. الرب معك. أشكر ربنا معك. الرب معك. هاي بناخد الأخت آن مرة تانية، تفضلي. Hello. Hello آن. How are you? Good. How are you? I'm very good. Thanks. I don't speak fluent Arabic. Okay. Speak English. We will understand okay. And try to translate to. Go ahead. Okay. Okay. I just wanted you to pray for me. Just work's been real hard to find and. I want everything to be okay and find something so I can help my family and financially and, you know, be better. Okay, I'm going to pray for you. But I'm going to pray in Arabic, okay? You're going to understand okay. What I'm going to say, okay? Okay. We'll pray for you and for the Lord to open doors for you to find a job. Okay, thank you. You're welcome. Thank you for calling. Rabbi Maiki. طيب أحبائي، بنرحب باتصالاتكم ومدخلاتكم. هنصلي من أجل الأحبة اللي طلبوا الصلاة.
وبننتظر اتصالاتكم. لسه عندنا يمكن 25 دقيقة. بنرحب بمداخلاتكم وأسئلتكم وتعليقاتكم. النهاردة بنتكلم عن الصلاة، فعايزين نصلي مع بعض، عايزين نفتح قلوبنا للرب، عايزين نطلب خلاص وشفاء وحرية لحياتنا الروحية، ونطلب عمل الله في حياتنا، ونطلب أن مجد الرب يظهر في حياة كل واحد وكل واحدة فينا. خلونا نصلي مع بعضينا وبعدين ناخد باقي الاتصالات. الخطوط مفتوحة، بنرحب بمداخلاتكم واتصالاتكم. أبونا السماوي، من كل القلب بنقدم ليك كل الشكر وكل الحمد، بنقدم ليك يا رب كل الإكرام والسجود والتعبد، لأنك ملك الملوك ورب الأرباب. أنت يا رب سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. بنشكرك يا رب لأنه لما بنجيلك بقلوبنا بنجيلك بتوبة حقيقية، لما بنجيلك يا رب بصلاة التوبة والاعتراف بخطايانا وشرورنا وتعدياتنا وأثامنا بتقبلنا وبتنظر إلينا يا رب، بتنظر لأشواق قلوبنا وبتتحنن علينا وبتمد إيدك وتصنع عظائم وعجائب في حياتنا. أنا بصلي يا رب من أجل كل الأحبة اللي طلبوا الصلاة، بصلي من أجل الأخت أم عيسى يا رب، الأخت المريضة واللي بتعول ابن عندها ظروف خاصة، يا رب مد إيدك ولمسها لمسة شفاء يا رب، لمسة لروحها، لمسة لنفسها، لمسة لجسدها يا سيد الرب، يا رب لمسة من عندك كاملة شافية يا رب، فينتهر المرض من حياتها، تنتهر الضعف يا رب. قودها إليك، عمقها في الشركة معك. بشكرك لأجل حبها ليك يا رب وحبها للكلمة، وانتظارها طول اليوم يا رب تسمع كلمتك وبتتعزى بالبرامج يا سيد. مد إيدك وعزي نفسها وروحها ولمسها لمسة شفاء أيها الرب إلهنا. يا رب أذكر أختنا عفاف، نشكرك لأجل حياتها، نشكرك لأجل خدمتها، بصلي بركة للخدمة يا رب، بصلي ثمار يا رب وعمل إلهي غير عادي وتأييد بالروح القدس لأختنا يا رب في خدمتها وفي تقديم رسالتها للآخرين. يا رب صلي من أجل ديفيد ومن أجل أندي، مد إيدك يا رب وخلصهم من الأشرار يا رب وأصدقائهم البعيدين عنك يا رب، مد إيدك واصنع عظائم في حياتهم، قودهم إليك يا رب، يا رب رجعهم إلى حضنك أيها الآب السماوي، افتقدهم بنعمة خاصة أيها الرب سيدنا. بصلي لأنك تتعامل معهم بالروح القدس. أذكر يا رب أختنا مرائد بين إيديك، الأخت الضيفة من الأردن، بارك حياتها يا رب، أشواق قلبها أنه ابنها ثائر وزوجته سارة والابن يوسف، يا رب أصلي أنك تتعظم في حياتهم يا رب. الأم بتطلب أنك أنت تكون المالك الحقيقي لحياتهم يا رب، من فضلك تعالى أملك على بيتهم يا رب، حل مشاكلهم يا سيد. لما يعرفوك هتتحل المشاكل، لما يعرفوك يا رب هتسد بسلامك في البيت، هتملى حياتهم بحضورك يا رب، حتى المشاكل المادية هتتحل أيها الرب إلهنا. فسدد احتياجهم المادي وديهم حكمة وقيادة وإرشاد بالروح القدس لحياة يا رب ثائر وزوجته سارة. يا رب أذكر آن يا رب، صلي أنك تفتح قدامها أبواب العمل أيها الرب إلهنا يا رب، اديها نعمة واديها نعمة في عينين كل من يتقابل معها. مد إيدك يا رب، بارك هذه الشابة اللي مسؤولة عن بيتها يا رب وعايزة تشتغل عشان تساعد الأسرة، فمن فضلك مد إيدك يا رب وعظم اسمك في حياة آني بقوة. يا رب أذكر الأخ اللي سأل أسئلة يا رب، جاوب على كل سؤالاته أيها الرب إلهنا، ومد إيدك واصنع عظائم وعجائب في حياته. بصلي من أجل كل نفس بتشاهد البرنامج الآن يا رب، عايزين خلاص حقيقي للنفوس، عايزين يا رب عمل إلهي عجيب في حياة كل نفس لم تختبرك حتى الآن، عايزين نهضة وانتعاش للكنيسة وللمؤمنين، عايزين حرارة في الروح للناس في البيوت يا رب، عايزين كل نفس بتشاهدك النهاردة تكون فعلا يا رب، مئات بل آلاف اللي بيشاهدوا في هذا اليوم يكونوا فعلا ملك ليك يا سيد. تعال واصنع عظائم وعجائب في هذه الأيام، تعال وافتح القلوب والبيوت ليك يا ملك الملوك ورب الأرباب، تعال واقرع يا رب على كل قلب، حطم القلوب يا رب السخرية، لينها وغيرها إلى قلوب لحمية، حس وتسمع بكلمتك يا رب، الأبواب المغلقة في وجهك يا ملك الملوك ورب الأرباب تفتح في هذا اليوم، النفوس المقيدة والمستعبدة تتحرر في هذا اليوم يا رب، النفوس المريضة تنال شفاء يا رب، وتسقط ربط وأغلال المرض يا سيد من حياة كثيرين وكثيرات. تعال يا رب اظهر ذاتك، اظهر نفسك بقوة غير عادية في هذه الأيام الأخيرة، خلص على أي حال قوم يا سيد الرب، ومد إيدك اصنع عجائب ومعجزات في هذه الأيام الأخيرة، لأن مجيئك اقترب يا رب، عدنا وجهزنا ككنيسة لمجيئك الذي أصبح قريب، في اسم حبيبنا الغالي ربنا يسوع المسيح، لك فيه أبانا مع الروح القدس كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد، آمين. طيب أحبائي، زي ما قلت ما زلنا بنستقبل اتصالاتكم على تليفون الاستوديو موجود قدامنا، عندنا تقريبا 20 دقيقة، بنرحب باتصالاتكم ودخلاتكم. معنا الأخت إيفا، تفضلي. أهلا، مساء الخير حضرة القس. مساء النور. أحب أقول كل أسس أبونا يعني بعتبرها
يعني احترام. اهلا بيك. لو سمحت، انا جوزي هيعمل عمليه يوم 29 الشهر ده، وطالبه من حضرتك تصلي له كتير قوي، لان ولادي نفسيتهم تعبانه، وطالبه من الرب يعمل ايديهم سلام يعني. امين. حاضر. انا سامعك، سامعك يا اختي، اتفضلي. هصلي من اجل، حاضر، هصلي من اجل زوجك، واصلي من اجل سلام. انت كمان اطلبي من الرب انه يملى البيت بالسلام، وينتهي الرب الخوف والقلق، لانه مرات كتير العمليات والمرض بيسببوا خوف وقلق. لكن كمؤمنين احنا ثقتنا ان حياتنا بين ايدين الرب. قال بولس الرسول هذه الكلمات الرائعه، ان عشنا للرب نعيش، فاحنا عايشين للرب، وان طلعنا من العالم هنروح عند الرب. فعشان كده خلي ولادك يطمنوا ويثقوا في ايد الرب الممدوده، وبمشيئه الرب زوجك هيعمل عمليه ويخف، واحنا هنذكره في الصلاه. صلي له كتير. اسمه حاضر. مخلص لو مخلص. سمحت. حاضر. اذكره بالاسم. حاضر حاضر. شكرا. شكرا ليك يا اختي. شكرا ليك. تصبح على خير. الرب معاك. الرب معاك. شكرا ليك. الرب معاك كمان. طيب بناخد الاخ فايز، اتفضل. يا باشيني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا سامعك، اتفضل. الو. اتفضل، انا سامعك انت على الهواء، اتفضل يا اخ فايز. كيف جوان؟ مساء الخير. مساء النور يا محبوب، اهلا بيك. سلام الرب يسوع معكم. ومعك ايضا. بدي اسالك سؤال قسيس جون. تفضل. المرأة الشونانية اللي قصدت فيها قبل شوية، هي مش المرأة الشونانية، امرأة صرفة صيدة. نعم. المرأة الشونانية اليشع. هو اليشع او ايليا؟ لا، انا كنت بتكلم عن ايليا في سفر الملوك الاول، والمرأة اللي استضافت إيليا في بيتها هي الامرأة الموجودة في صرفة التي لصيدون. أقام عندها إيليا، وكانت امرأة أرملة، كانت بتقش عيدان علشان تعمل، كان عندها ملء كف الدقيق في الكوار، وكان عندها دهنة زيت. فقال لها إيليا اعملي لي كعكة أو هاتي لي كسرة خبز. قالت له ما عنديش غير شوية دقيق ودهنة زيت. فقال لها ذهبي اعملي لي كعكة أولا. وهكذا قال الرب، كوار الدقيق لا ينقص وكوز الزيت لا يفرغ. هي دي المرأة اللي مات ابنها وصلى من أجله إيليا وأقامه الرب. أما المرأة الأخرى اللي بتتكلم عنها حضرتك، اللي هي المرأة الشونامية اللي موجودة في ملوك الثانية أصحاح 5، تفضل. عظيم جدا. يعني القصتين متطابقات تقريبا، يعني تقريبا يا دليل على الثانية في ملوك الثانية أصحاح 4. أنا آسف. نعم نعم. يا الاثنين كان عندهم ولاد، والاثنين برضو يعني المرأة، امرأة صرفة صيدة كان عندها ابنها قبل ما يجي إيليا عندها، لكن امرأة المرأة الشونامية كان عندها، ما كانش عندها أولاد، فهي رحبت بأليشع وبنت له علية عشان ينزل فيها. وبعدين أليشع قال لجيحزي، الست دي اكرمتنا كتير، نعمل لها ايه يعني؟ فادعيها واسألها. فاسألها قال لك نعم. نفس القصة يعني، او في تشابه بالاثنين. عندك سؤال على حاجه تانية يا اخ فايز؟ حقيقه اني اشكرك جدا على هالتوضيح. شكرا لك يا محبوب، ربي يباركك. وبدي منك تصلي لي انا راتب وجهني يا قسيس جون. الرب يشفيك. حاضر، هصلي لك يا محبوب، الرب يلمسك لمسه شفاء. شكرا جزيلا. شكرا لك، الرب معاك يا محبوب. طيب بناخد الاخ خالد. سلام المسيح معك أخ جون. أهلا بيك يا خالد. الرب يباركك. ويباركك. أهلا بيك. أشكرك على هذا البرنامج. شكرا للرب. والصلاة جدا مهمة في حياة المؤمنين، حياة أولاد الرب يسوع. والرب يسوع نفسه كان يصلي للأب السماوي، ويصلي بقوة دائما. يصلي. يا أخ جون، أنا أكو ناس يعني كثيرين يطلبون صلاة، وطلباتهم يردوها أن تتحقق بهذه الصلاة، لكنه ينسون فرد نقطة كلش مهمة، أنه في نهاية الصلاة أن يقولون لتكن مشيئتك. لأنه مشيئة الله هي اللي تكون. مو إحنا نفرض. فممكن توضح هذه النقطة للعالم حتى يتقبلوها، لأنه هواي ناس ما يتقبلون، يردون الشيء اللي يقولوه هو لازم يصير. هذا اللي يردوه. أسمع جواب منك والرب يبارك. شكرا لك يا خالد. طبعا نقطة مهمة قوي قالها الأخ خالد، ودي حقيقة. يعني احنا مش بنفرض إرادتنا ولا مشيئتنا على الرب، حتى ان الرب يسوع المسيح كابن الإنسان في بستان جسيماني، الرب يسوع المسيح صلى في كل مكان، صلى في الهيكل وصلى في الجبل وصلى في بستان جسيماني، في كل مكان كان يصلي، وكان بيذهب صباحا عشان يصلي.
لما صلى في بستان جسيماني عن الصليب قال له إن شئت أن تعبر عني هذا الكأس، لكن لا لتكن إرادتي بل إرادتك. وهو المثال والقدوة لينا في الصلاة. فمرات كتير لما بيكون عندي مرض أو ضيق أنا بطلب من الرب، لأن الرب وعد بالشفاء. كلمة الله بتقول إن كان أحد بينكم مريض فليدعو شيوخ الكنيسة يصلوا عليه يدهنونه بالزيت، صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. الحقيقة الموضوع الشفاء والصلاة لأجل الشفاء موضوع طويل قوي وفي نقاط كتيرة قوي، بس أحب أن أوضح بعض الحاجات السريعة لغاية طيب أوضح بس بعض النقاط السريعة عن الموضوع دوت. أنه أول حاجة أنه بولس الرسول اللي كان بيشفي المرضى أو كان بيصلي لأجل المرضى عشان يشفوا، هو نفسه كان عنده شوكة في الجسد وصلى من أجلها 3 مرات علشان ينال الشفاء منها، عشان الرب يشيل الشوكة دي إذا كانت مرض أو ضعف معين. فكانت إجابة الرب تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فمرات كتير الرب عايزك كده لأنه يستخدمك وهيديك قوة تجاه الشوكة اللي موجودة في حياتك. فمش شرط أنه كل مؤمن يكون ما عندوش مرض ويعيش خالي من المرض، دي حاجة، لكن إحنا مطلوب مننا كمؤمنين إحنا نصلي ونطلب الشفاء لغاية ما الرب يقول لي هيشفيني ولا يخليني كده أو هيستخدمني بالوضع بتاعي. الحاجة التانية أنه مثلا الرب يسوع المسيح في أيام وجوده على الأرض كان بيشفي بكلمة، كان بيشفي بلمسة، مجرد ما يحط إيده على مريض أبرص يشفى، يصلي يقول كلمة، يقول له قل كلمة فيبرأ غلامي، يقول كلمة من مسافات بعيدة ينال الغلام الشفاء. لكن في حاجة تانية مهمة قوي، مرة الرب يسوع المسيح شفى أعمى في إنجيل مرقس أفتكر، الرب وضع إيديه على عينيه وشفاه، لكن الشفاء كان على مرحلتين، الشفاء كان على مرحلتين. طب ما كان الرب يقدر يشفيه مرة واحد، أول مرة حط إيده على عينيه وقال له ماذا ترى، قال له أنا أرى الناس كالأشجار يتمشون. فوضع الرب يسوع يده عليه مرة أخرى قال له كيف ترى، قال له أنا أرى كل شيء بوضوح. فممكن الرب يشفي على مرتين، يشفيك بالتدريج، وممكن الرب يشفي بالصلاة، ممكن الرب يشفي بالطب، ممكن الرب ما يشفيش خالص زي ما قلت من شوية خلي المرض. فالفكرة الطلبة اللي انت بتطلبها سواء شفاء أو غيره حط الأمر بين إيدين الرب وقول يا رب لتكن مشيئتك، انت عايز تشفيني أنا أبقى فرحان بالشفاء والشفاء تديني معجزة فيه أشهد بيه عن أمانتك، مش عشان أنا عايز أكون يعني أقول أنا بطل وصليت والرب شفاني، كنت مريض والرب شفاني عشان أنا أحسن من غيري، لا، بس عشان أشهد عن أمانة الله وجوده ومرحمه في حياتي. أرجو أن أنا أكون وضحت النقاط دي وخصوصا الطلبات الخاصة بالشفاء. طيب بناخد اتصال تاني. الشيخ صفوة تفضل. لأجلنا. هلو الشيخ صفوة تفضل. النعمة والسلام. الصوت بيقطع شوية. النعمة والسلام، الصوت مش واضح. أنا مش سامعك كويس الحقيقة، الصوت بيقطع. أنا مش عارف. يا ريت تحاول اتصال بي مرة تانية لأني مش سامعك خالص. كويس الصوت كده. هلو. الرب يباركك. طيب النعمة والسلام. أهلا وسهلا بيك. هلو. هلو. طيب يا حاج الشيخ صفوت حضرتك تتعب تعاود الاتصال بينا مرة تانية لأنه يعني خسرنا الخط وما كانش واضح الصوت كان بيقطع قوي. أحبائي بنرحب باتصالاتكم ودخلاتكم، صلي وثق في الرب. أنا مش بقول إن إحنا معناها كده ما نصليش ولا نطلبش الشفاء، لكن كمؤمنين إن إحنا نطلب الشفاء ونحط الأمر بين إيدين الرب ونقول له يا رب لتكن مشيئتك، لأنه مش بنفرض على الرب أمر، لكن كلمة الله بتعلمنا أن الرب هو الشافي، هو أمس واليوم وإلى الأبد. يقدر الرب أن يشفي بكلمة بلمسة، يستطيع الرب أن يقدم الشفاء لكل نفس محتاج إليه. طيب أنا مش سامع الحقيقة أي حاجة، يمكن في عندنا عيب. أوكي ناخد معنا ريتشارد اتفضل. مساء الخير. هلو. مساء الخير. أنا هلو. هلو سمعني؟ أنا هلو. سامعك. هلو اتفضل. هلو اتفضل أنا سامعك. اوكي مساء الخير. مساء النور. كل سنة وانتو بخير ان شاء الله. وانت طيب. وقناة الكرم ان شاء الله يجيدها ربنا ويجددها سنة بعد سنة ويجيب النفوس للخلاص. امين. لاسم يسوع. وانا بصراحة لسه خرجت من مستشفى، رحت للتداوي وعلى الامرجنسي وكان عندي شوية ضيق في التنفس، فحطوني في الامرجنسي وبعدين تحاليل الدم طلع وهذا، بس انا بصراحه ما كان عندي صبر حتى اصبر
وتطلع النتيجه، فقلت للدكتور خلي اطلع انا، فاريد اطلع، لان بصراحه انا كمؤمن عندي اتصال وايماني برب اقوى من الدكتور اللي موجود هنا. فقالت لي انت لازم تسوي توقيع وتطلع على مسؤوليتك، يعني اي شيء صار فيك في البيت احنا مش مسؤولين عنك. قلت لها حاضر ولا يهمك. سويت التوقيع وجيت وقررت افتح التلفزيون واشوف الكار معدوم ايه، ولحسن الحظ انت طلعت والبرنامج كان مفتوح للناس حتى يسالون، وانا اريدك تصلي لي على الهواء. حاضر. وانا واثق من يسوع وكلماتك تطلع باسم يسوع يشفي المريض، لان هو قال انا الراعي الصالح والخرفان تسمع صوتي وتتبعني. امين يا محبوب. انا دلوقتي الله يخليك. اوكي انا اخذ اسمك مره ثانيه معلش. ريتشارد. نعم اهلا بيك، هصلي لك. حاضر، خلينا نصلي مع بعض ونذكر الاحبه اللي طلبوا الصلاه كمان معانا، وصلي الاولاد الثلاثه اللي غير مؤمنين وما ما ما جايين للرب. حاضر حاضر، اصلي لك. ثانك يو، شكرا لك يا رب يسوع. انا بشكرك من كل القلب لانك الهنا راعي نفوسنا الصالح. بشكرك يا رب لانك سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر. بصلي من اجل اخونا ريتشارد يا رب، وانت الطبيب الشافي. ان كان عبدك يا رب طلع من المستشفى وساب الاطباء وساب الادويه، لكن انت تقدر يا رب تقدم له لمسه شفاء من عندك وتشفيه بالكامل. ايها الرب الهنا يا رب، احنا بنصلي وبنطلب في اسم الرب يسوع المسيح اللي فيه سلطان للشفاء يا رب. وكلمتك بتقول ان لينا سلطان في اسم يسوع ان ننتهر الامراض وننتهر الضعفات وننتهر الاخطاء. ففي اسم الرب يسوع المسيح حط ايدك على عبدك يا رب والمسه لمسه شفاء. ايها الرب الهنا، اذكر اولاده بين ايديك، كل افراد اسرته بين ايديك، عظم اسمك معاهم بقوه غير عاديه ايها الرب الهنا في اسم حبيبنا الغالي ربنا يسوع المسيح. لك في ابانا مع الروح القدس كل كرامه ومجد من الان والى الابد، امين. هللويا، مجدا للرب. الرب يباركك يا محمود. هللويا، مجدا للرب. الرب يباركك ويباركك. ثانك يو. ويبارك قناه الكرمه ويجيب الناس الاراميه. نعم نعم. المسيح. شكرا لك. God bless you. God bless you too. شكرا لك يا محبوب. مع السلامه. الرب معاك. طيب افتكر عندنا مشكله في الصوت، وبعدين خلونا ناخد راحه قليله، استراحه قصيره ونرجع اليكم. الحقيقه انا مش سامع اي صوت عندي، ف خليكم معنا احبائي. هناخد، احنا باقي عندنا يمكن 10 دقائق، فخلونا ناخد استراحه قصيره وبعدين نعود اليكم. بننتظر اتصالاتكم على تليفون الاستوديو 248-416-1300. مستحيل عليك تنزع من بين ضلوعي قلب الحجر وتعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك، وتشفي فكر المريض من داء الخطيه داء البشر. مش مستحيل عليك تنزع من بين ضلوعي قلب الحجر وتعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك، وتشفي فكر المريض من داء الخطيه داء البشر. مش مستحيل. أحبائي بنعتذر مرة تانية عن العطل الفني اللي كان معنا من شوية. احنا فاضل عندنا 4 دقائق. أنا بشكركم لأجل متابعتكم هذا البرنامج، وبشكر الأحبة اللي بيسمعوا كمان في البالتوك في غرفة جيزس لاف. بنرحب بيهم وبنشكرهم لأجل وجودهم معنا هذا الوقت. الرب يبارككم ويستخدمكم بقوة لمجد اسمه العظيم. الحقيقة الفترة اللي جاية أنا هكون مسافر في مصر، فيعني هفتقدكم وهتوحشوني كتير، لكن بمشيئة الرب لما نرجع هنتقابل مرة تانية على شاشة الفضائية الأرامية في برنامجكم برنامج وتعرفون الحق. فمن فضلكم صلوا من أجلي ومن أجل الرحلة لمصر، وإن الرب يديني وقت طيب مع الأسرة ومع الأحبة في الخدمة في مصر،
وإن شاء الله نشوفكم إذا أبقانا الرب في الوجود، وتأنى عن مجيئه في شهر الثالث اللي هو شهر مارش بمشيئة الرب. عندنا الأخت إيفا بتطلب الصلاة، والأخ فايز كمان هنصلي من أجله، لأجل الراس اللي بتوجعه، وهنصلي من أجل الأخ خالد أن الرب يباركه ويبارك اتصالاته ومدخلاته معنا. أنا بشكركم لأجل متابعتكم، خلونا نصلي ونطلب بركة الرب على كل المشاهدين، ونترككم في حفظ الرب ورعايته بعد الصلاة. أبونا السماوي، من كل القلب بنشكرك، بنعظمك، بنباركك، بنمجدك يا سيدنا الرب لأنك إله عظيم. نشكرك لأجل أحضانك المفتوحة لنا باستمرار. نشكرك يا رب لأنك لنا ولأننا لك، نحن شعبك وغنم مرعاك، وأنت إلهنا راعي نفوسنا الصالح. ما أمجد اسمك يا رب في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. أنت إله عظيم جدا، إله محب، إله حنون، قريب جدا من الذين يطلبونك، الذين يطلبونك بكل قلوبهم. ومكتوب يا رب اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه هو وقريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. يا رب من فضلك قود الناس إليك يا سيد، خد النفوس لشخصك يا رب، تعال بنفوس بعيدة عنك إلى شخصك يا رب، عرفهم الحياة الأبدية والغفران والحياة فيك أيها الرب إلهنا. بصلي يا رب أنك تتعظم وتتمجد في حياة كل نفس بتطلبك يا رب. أذكر الأخت إيفا بين إيديك، وأذكر يا رب زوجها مخلص اللي عنده عملية يا رب. بصلي أنك تلمسه لمسة شفاء، وأنك تمد إيدك يا رب قبل الأطباء، وتتعظم في حياته بقوة غير عادية يا رب. مد إيدك، اصنع معجزة في هذه الجراحة أيها الرب إلهنا، وارجع عبدك إلى بيته إلى أولاده بخير وسلام. اذكر الأولاد يا رب، اديهم سلام وطمأنينة وفرح أيها الرب إلهنا، واشفي نفسيتهم التعبانة، واديهم سلام وراحة وفرح وطمأنينة أيها الرب إلهنا. يا رب صلي من أجل الأخ فايز، المس راسه لمسة شفاء أيها الرب إلهنا، وانتهر كل مرض كل ضعف في حياة عبدك يا سيد الرب. يا رب صلي من أجل الأخ خالد، بركة لي وبركة لكل الأحبة وكل سؤالات قلبه. مرة تانية الأخ ريتشارد بين إيديك يا رب، عظم اسمك معاه وديله سؤل قلبه، لأنك إلهنا اللي علمتنا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرأ يفتح له. بارك يا رب الفضائية الأرامية، بارك خدمتها ورسالتها، واذكر عبدك في سفره يا سيد الرب، مجد اسمك في خدمة عبدك يا سيد الرب، واعطي لاسمك كل المجد. بارك الأحبة العاملين معنا خلف الكواليس، باركهم يا رب واستخدمهم بقوة لمجد اسمك العظيم. في اسم المسيح ليك أبانا كل الكرامة وكل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. أحبائي بقول لكم أنه دلوقتي البرنامج هينتهي، لكن غرفة الصلاة ما زالت مفتوحة. إذا عندك طلبة صلاة أو عندك احتياج معين، أو عايز تطلب الرب، أو عايز ظروف معينة، وعايز تحكي مع أحد الإخوة المؤمنين، التليفونات مفتوحة. صحيح البرنامج هينتهي دلوقتي، لكن التليفونات هتفضل مفتوحة لاستقبال صلاتكم وطلباتكم وأشواق قلوبكم. بنرحب بيكم، بنرحب بمداخلاتكم معنا على الفضائية الأرامية. أحبائي أنا بترككم في حفظ الرب ورعايته، صلوا لي، أنا محتاج صلاتكم، وأنا أذكركم في الصلاة. الرب يبارككم ويديكم أوقات طيبة، ونلتقي إن أبقانا الرب في الوجود في الشهر الثالث انتقلنا الرب عن مجيئه. إلى أن نلتقي أترككم في حفظ القدير ورعايته، وسلام الرب يسوع المسيح يكون مع جميعكم، آمين.